بقى بقول لك ايه، اي حد بيسالك انت مين قول له ان انت ابن خالتي واللي في وشك ده خناقه او الباب قفل عليك ماشي، لكن جاوا بقى ان انت فضائي وجاي من كوكب تاني والكلام اللي انت قلته لي ده ما اسمعوش ابدا. انت شبه الكورونا ولو اتشافنا هنتاكل علقه موت. مفهوم مفهوم يا ابو الوفا. بص بقى، مش كنت عايز تحتل الارض؟ هو ده المكان. هو ده يعني انت عايز ان اختل الارض يا ابو الوفا من الخن الصغنن ده؟ انت مش من الكوكب. انا لسه مقابلك من شويه قلت لك انا مش من الكوكب ابو الوفا، اظن واضح من اللون. ما هو الخن ده بعون الله هنأجره وهنفتح فيه قهوه، القهوه دي هي المشروع اللي تقدر تفرشح بيه وتتوسع وتنتشر وتحتل الارض اللي انت عايزها. احتل الارض من غير ضرب وخرب وسلاخ ورجاله وبتاع؟ انت بتستغلني يا ابو الوفا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتحب الشغل الضيق اللي هو بتاع طك بم يضرب ولم والحاجات دي؟ لا يا معلم الكلام ده ما ينفعش معانا، انت ما تعرفش حاجه عن هنا. انت طلعت على الدائري يوم الخميس الساعه 6؟ لا يا ابو الوفا. يبقى انت ما تفهمش عن مصر اي حاجه. الاحتلال دلوقتي ما بقاش كده، القهوه هي الاحتلال، احنا ملوك الشارع وفاهمينه. طيب يا سيدي خلاص خلصني وقول الخطه بتاعت الاحتلال. يلا بص يا سيدي بقى، بس هو انت ليه بتقول خبيبي واختلال وليه بتتكلم كده؟ مش فاهم يعني. ما هي دي الطريقه بتاعت المستعمرين والمختلين لما بيجوا في التلفزيون يا ابو الوفا. ما هي دي طريقه المختلين فعلا. سلم نفسك يا ادهم، سلم نفسك يا كاظم. ايوه الله ينور عليك الله ينور. اسمع بقى يا سيدي الخطه بدءا بدء، احنا هنأجر الخن ده وهنحط يافطه القهوه ونحط كرسيين بلاستيك. معلش يعني يا ابو الوفا الكرسيين دول هيعملوا ايه يعني؟ هيبيعوا بكام في اليوم يا ابو الوفا؟ 2 ساي؟ لا ما احنا هنحط كرسي زياده بره وهنقول ان الكرسي ده كرسي الحج عشان الحج رجله تعباه ولازم يقعد يريح، ما بيعرفش يطلع الدرجتين دول. مين الحج ده يا ابو الوفا؟ سريك معانا في الخطه؟ لا الحج ده شخصيه وهميه كده، مفيش حج. مفيش حج؟ لا لا مفيش حج، ده الحج ده احنا بنقوله كده لما بنتزنق فاهم يعني. هي الناس هنا طيبين قوي تقول لهم الحج يسيبوك على طول. طب معلش يا ابو الوفا برضه يعني احنا زودنا كرسي على الكرسيين بقوا ايه، 3 ساي في اليوم؟ انت ما انتش من الكوكب. لا انت بتحط الثلاث كراسي دول وتستنى يوم الماتش، هوبا شاشه كبيره على عالمين وتشجع وبحس عالي، بالذات لو مصر بتلعب او صلاح، ولو حد سالك بتقول له ايه؟ بنشجع. وده ينفع الكلام ده يا ابو الوفا؟ صدقني دي طريقه متجربه، انت هتفهم الجيران انك مش هتفرش غير لما هم يقفلوا، وبعدين بقى يوم للماتش ويوم مستنيين الماتش ويوم للاستوديو التحليلي، وطول ما صلاح بيلعب احنا بنلعب. طب معلش يا ابو الوفا الكراسي والساسات اللي في الشارع دي مش ممكن اي حد يجي ياخدهم ونبقى خسرنا كل حاجه؟ بص هو يعني ممكن حد يجي ياخدهم، بس بياخد كرسيين على عيلين، بتروح تدفع غرامه وتطلع العيلين والدنيا تمشي ومفيش مشاكل يعني. بعد ما بتفرش كراسيك بيبقى فاضل انك تعمل عربيه اكل جوه القهوه، وانت طبعا عارف الاكل ده بيبقى اكل ايه. طبعا يعني شويه الياف على شويه كربوهيدراتس يعني غذاء. الياف؟ لا انت كده بتهين الكوكب. الياف؟ مفيش الياف. مفيش الياف؟ مفيش الياف، احنا هنعمل كريب. الكريب ده بقى بيخش فيه اي حاجه، بيخش فيه لحمه فراخ شاورما تونه، حط فيه الياف، حط فيه الحاج شخصيا، يشتغل معاك شوكولاته عسل اسود، كل حاجه سخن وسائع وبيرضي جميع الاذواق. ده ايه الكريب ده خطير، ده تجيبه يشتغل معانا على طول. الكريب ده سلاح فتاك، وانس ان هو ظهر في القهوه كده القهوه تديك ايه 10 15 ترابيزه بره زياده كمان. بعد ما تعمل كده وتفرش كل الترابيزات دي يبقى فاضل ايه؟ خلاص مش فاضل حاجه، ما احنا اختلينا الشارع كله يا ابو الوفا. لا الشارع ده بتاعنا واحنا فاهمينه، لازم نظبط مع اصدقائنا اللي في الكشك. انت بتستغلني يا ابو الوفا؟ مفيش كشك جنبينا، انت بتستغلني؟ بص يا خواجه، شايف الكشك اللي هناك في اول الشارع ده؟ انا همد كراسي وهو هيمد ثلاجات وصناديق، ثلاجه عصير، في ثلاجه سائع، في ثلاجه شوكولاته، في صناديق بطاطس، في باتيه، في بوزو، في كاراتيه، على ترابيزات بلاستيك من عندي. اجي بعد الكشك هوب واحط كرسي مين؟ كرسي الحج طبعا. كرسي الحج، وبعدين شاشه في كريب في قهوه وهلم جره والشارع يبقى بتاعنا. طب معلش يا ابو الوفا والعربيات اللي في الشارع دي اللي عايزه تركن على الرصيف مش هتضايقنا؟ العربيات دي اسهل حاجه يا خواجه، العربيات دي تصحى الصبح بدري وتحط كرسي الحج وترش ميه. معلش ارش ميه ليه يعني؟ عداوه؟ لا غلاسه كده يعني، في الصيف عشان الطراوه، في الشتاء عشان التراب، الصبح عشان بننظف، بالليل عشان بنمسح. خدنا بقى الشارع؟ لا لسه، هناخد الجنينه اللي بعد الشارع.
كرسي الحاج في شاشه في كريب واللي بعده، خلصنا مدينه نصر نطلع على مصر الجديده، بعد مصر الجديده نطلع بره المحافظه لحد ما نوصل للبحر، اول ما نوصل للبحر نحط كرسي ايه؟ كرسي الحاج. لا كرسي البحر، ما تبقاش غبي بقى، عشان يقعد عليه الحاج يدلدل رجله في البحر وتفضل كده ماشي ماشي قطره ملوش محطه. معلش يا ابو الوفا، يعني هنجيب فلوس منين لكل الساسات دي والكراسي دي؟ انت ما انتش من الكوكب. والله العظيم تلاتة انا مش من الكوكب يا ابو الوفا، لوني واضح انا من كوكب الزهرة. يا خواجة احنا هنكسب فلوس من الهوا، انت مش فاهم. يعني مثلا ايام الماتشات دي المشاريب الرخيصة دي كلها ما بتشتغلش، ولا شاي ولا ينسون ولا حلبة ولا كل الكلام الصغير ده، كل المشاريب في الماتشات هتبقى عصاير وسائع بس، واللي يسألك او يشتكي تقول له معلش الرمالة بايظة، وترجع خطوة لورا تقول له الرمالة بايظة، معلش الرمالة بايظة، تمام؟ اللي يطلب منك كوكتيلات تقول له مفيش مش موجوده في المنيو، اللي موجود عندي عصاير، وتنزل له كوبايه الكوكتيل تحسبها له واحد جوافه واحد فراوله واحد مانجا واحد موز، توصل كوبايه العصير لفوق ال 70 جنيه. ده كده يعتبر نصب، محدش هيسكت لنا. لا الناس مبسوطه وبتشجع وقت الماتش، محدش مركز معاك وكله بيشرب وينبسط. طب معلش يعني يا ابو الوفا، ده يوم الماتش بس مش كل الايام فيها ماتشات، في ايام ما فيهاش حاجه. هنا بقى يجي دور اللبن، اي حاجه بلبن سعرها يضرب في 8. ايه ده قانون ده؟ ده قانون الكوكب بتاعنا. كوباية الشاي بخمسة جنيه تبقى شاي بلبن تبقى بخمسة وستين جنيه، القهوة السادة بسبعة جنيه تبقى بلبن تبقى قهوة فرنساوي وشعرها أصفر وعينيها خضرة وتضرب في العالي. مش عارف يا ابو الوفا، انا حاسس دي فيها نصبايا بصراحة. لا انا مش فاهم بقى، انت جاي تحتل الارض ولا جاي تشتري ارض في الشروق؟ انت مالك حنين كده؟ ايه خواجة اللي يصعب عليك يفقرك؟ بقول لك ايه يا ابو الوفا، انت بتستغلني، اما تدخلني في مساريب وفي سحلب وفي حاجات. انا ما قلتش سحلب، انت ما قلتش سحلب، جبت السحلب ده، انا ما قلتش سحلب. يا ابو الوفا ما تستغلنيش، انا جاي احتل الارض. الله عليك يا ابو الوفا، ده ايه الدماغ دي؟ مش ملاحقين على الشغل، مفيش سنتي واخد على الارض ما عليهوش كرسي، هنعمل ايه دلوقتي؟ شايف الكوكب الاحمر اللي هناك ده هو جنبينا؟ شايفه. خد كرسي الحج وروح هناك وانا هحصلك.